عايشوا ظروف صعيبة، الأولياء مع المناهج التعليمية، مع رديئة الوضع، مع هشاشة البرامج اللي نقول عليها لا تتحدى، يعني كتبت في غرف مكيفة لا تتعدى حدود الصفحات التي كتبت عليه. لابد من يقظة أو تجديد لهذه المناهج التعليمية اللي هي بالنسبة لنا أكل عليها الدهر وشربها. ما دمنا ما زلنا نقرر في المسميات التلميذ حاجة غلطة، لأنه التلميذ بين المقراش يعرف المسميات الكل. النقطة الثانية أنه المعلم اللي يهز الأسئلة والأجوبة ماهوش قريب وجهه، يجب أن يحمل الأسئلة معه ويترك الإجابات للتلاميذ. الحياة فام، الإذاعة الأولى للصحة في تونس. الحياة فام.